الحمد لله احنا بقالنا في السوق من 2015. الحمد لله عندنا منتجات تكاد بتنافس المنتجات اللي جايه مستورده من بره بنفس الجوده وتقريبا ب 40 50% من السعر. البوكسات اللي بتيجي مستورده من الخارج تقريبا سعرها بيتراوح من في حدود من 11 ل 12000. احنا الحمد لله بنقدمها في رينج 4000 جنيه. احنا بنوصل ليه النهارده للمربى الصغير والمزارع الكبيره ازاي؟ بوكسات عجول رضيعه من تنكات بسطره من كرتات توزيع الالبان اوتوماتيك على العجول الرضيعه. المربي يوصل لكم ازاي؟ احنا في خدمة اي مربي في اي وقت. برنامج الثمرة يأتيكم في الأوقات التالية.